الفقرة دي هنتكلم فيها عن كرة القدم النسائية، وطبعا شايفين انا مبسوطة ازاي لان ده من الملفات اللي انا بحبها جدا، وبحب كرة القدم اصلا وكرة القدم النسائية كمان. يعني اعتقد ملف في غاية الاستمتاع هيكون ان شاء الله ان احنا نتكلم في تفاصيله. كمان معانا نموذج كمان في الفقرة دي، مش بس نموذج يعني رائع، لا هي عاشقة لكرة القدم كلاعبة وكمدربة للبنات وللشباب، ولي طبعا في قصة وفي كواليس كتيرة جدا هنروح لها. خلينا نرحب بكابتن نهال العماد مدربة كرة القدم. بونجور نهال، وبجد مبسوطة ان انت معانا. انا مبسوطة اكتر ان انا مع حضراتكم والله النهارده. صباح الفل عليكي ومنورانا. صباح النور، ده نور حضرتك. طيب والله يسعدك. نهال بتقول في قصة، ما تيجي نسمع القصة دي منك وبدايتك كلاعبة انتهاء لغاية امبارح، لخص لنا كده اللي فات من عمرك. انا بدأت كلاعبة كاراتيه وانا لسه 6 سنين. كنت بلعب كره قدم بس في الشارع، ما كانش لسه في انديه او كده. بعدين بدات من نادي بني عبيد انتقالا بقى بالمصري القاهري السنبلاويين. قبل ما تمشي بس المشوار كره قدم، لعبتي كره قدم في الشارع اكيد نتج عندها كواليس كتير ممكن تبقى حواليك ناس مش مستوعبه. صح كده؟ اللي هو انا اصلا والله كنا قريبا الجيران، كنا بننزل قدام العماره نلعب، ونقعد نستنى المسحراتي بقى ونقعد بقى في الشارع. واصلا مين اللي كان بيلعب فتحي يا ورده وانتوا صغيرين؟ لا ما احنا برضه لا بس كانت الاغلبيه كره قدم بقى وفي الشارع ونسهر ونخاف نطلع البيت لماما تخلينا ما ننزلش تاني. اللي هو البيئة اصلا انا صحابي ولاد، فاللي هو خلاص بقى ولد معاهم. مش مشكله. بعد كده انتقلت، انا كنت اصلا بلعب كورتيف بني عبيد، بعد كده جت الفرصه ان بني عبيد يشارك في دوره كره قدم نسائيه، فدخلت وبقيت كابتن التيم. بعد كده انتقلت للمصري القاهري، بعدين السنبلاويين اخدت فيها شوط كبير قوي، ممكن 3 سيزون مثلا او حاجه زي كده. بعد كده انتقلت ميت الخولي، وبعدين رحت دلفي، وبعدين رحت المعموره، وانضميت انضميت لمنتخب جامعه المنصوره. وبعدين كنت اتصبت في اسبوع الفتيات الخامس. كنت انا اصلا قبل ما ادخل الكليه كنت اتجهت للتدريب مع اللعب، فقررت بعد الاصابه بقى خلاص ان انا هكمل في التدريب، اللي هو انا حاجه حباها وحاجه يعني حابه اكمل فيها، وحابه شغوفه في دراستها، وشغوفه ان انا اشوف طموحي فيها يوصل لفين. يعني حلو جدا. بس انا لاحظت حاجه نهال، انت بتقولي بداتي كاراتيه وبعد كده كره قدم، والاثنين العاب مش كومن قوي للبنات، وانت انا عارفه كمان يعني من المنصوره بالمناسبه، يعني تحيه لاهلنا طبعا في المنصوره. نهال جايه لنا من المنصوره دلوقتي عشان تصور، هترجع تاني، فطبعا يعني دي حاجه تسعدنا جدا. فايه اللي شدك للكاراتيه، وايه اللي شدك لكره القدم، والتشجيع كان من العيلة ازاي؟ مين وقف جنبك وقال لك اه روحي لو بتحبيها، ويعني ساعدك في المسيرة زي ما بتقول؟ هو الكورة، انا طبعا رغبتي كورة من البداية، بس صعب ان انا ما كانش في حد اصلا، يعني انا نفسي ما كنتش اسمع ان في كرة قدم نسائية نهائي. يعني انا بعد اصلا ما لعبت كاراتيه لفترة طويلة جدا بدأت ان انا اسمع ان ممكن يعني في نادي او في فرصة او اتنين او الكلام ده. فانا خلاص بقى عايزة العب رياضة، وانا شغوفة في الرياضة شوية، فكان والدي هو الرياضي اللي في العيله، فهو اللي شجعني. هو اللي جه معايا اول يوم تقديم، رحنا اختاري اللعبه اللي انت عاوزاها. فاخترت الكاراتيه، وانا حبيت الكاراتيه، ويعني كنت اتمنى ان استمر فيه مع الكوره، بس كان كاراتيه وكوره ودراسه كان الكوره بالنسبه لي. بس الكوره بالنسبه لي ان انا لقيت الشغف الاولاني والحاجه اللي انا كنت مستنياها، فدي كانت يعني خلاص انا فرحانه بكده، عايزه اكمل في كده. طب انت حاليا بتدربي اولاد وبنات، ايه الاعمار اللي بتدربيهم، وايه الفرق اللي لقيتيه ما بين تدريب البنات وتدريب الولاد؟ يعني هل الولاد وخصوصا لو كانوا في مرحله شباب شويه مش اطفال، ممكن برضو يبقى في شيء من الاستغراب، مش متعودين قوي، ما عندناش الثقافه بتاعت ان مدربه بتدرب فريق الولاد، فتجربتك في النقطه دي كانت عامله ازاي؟ انا بدات الاول مع فئه البراعم اللي هي يعني فئه صغيره مدارس الكره، والفئه دي ما كنتش بواجه فيها صعوبه قوي، لان هي مرحله تعليميه، هي مرحله يعني اهم مرحله، فهي مرحله تعليميه بالظبط، فانت مش بتقابل مشاغبه قوي من زي ولد كبير ناشئ. هي يعني المشاغبه بتبقى سهله، يعني زي ولد في حضانه او الكلام ده، فكان الموضوع سهل. طبعا انا اول تجربه ليا كانت داخل نادي بني عبيد برضو في مدرسه الكوره. انا قابلت محبه كبيره جدا من اولياء الامور،
دي ادتني دافع ان انا اكمل وان انا استمر في الموضوع. بعد كده بقيت المدير الفني لاكاديميات سلتك، دي طبعا مرحله فيها اكبر، يعني بدات مرحله الناشئين. بالنسبه لي ما واجهتش صعوبه لان انا شخصيتي، انا بفرض شخصيتي في المكان او على الولد، فاللي هو مش هيقدر يعمل حاجه، يعني اللي هو ممكن اليوم اللي انا ما باجيش فيه هو بالنسبه له رفاهيه، يعني هو مبسوط النهارده كده تمام ودماغه كويسه ومفيش زعيق ومفيش عقاب في الغلط ومفيش الكلام ده كله. يعني عارفه تسيطري على المرحله السنيه دي كمان، هي طبعًا بتميل شويه لفكره بالظبط. ما انا بره التمرين انا اخته، ولو في فرق كبير انا مامته والكلام ده كله، لكن جوه التمرين انا مدرب راجل، مفيش فرق بيني وبين حسيتي بفرق؟ طبعا انا اول اصعب مرة من التاني في تدريبه الاولاد بالمقارنه بالبنات. طبعا فرق كبير. البنات انت بتتعامل على العامل النفسي اكبر من العامل البدني والفني، يعني انت بتتعامل اكنك دكتور نفسي قبل ده. البنت اي حاجه بتاثر فيها، يعني الكلمه لو انا بكوتش مثلا بره وهي في الماتش، لو انا قلت مثلا اتعنفت عليها مثلا في كلمه او اتعصبت عليها في كلمه وهي في كوره مثلا كان المفروض تلعبها كده ولعبتها حاجه تانية، هي بتخرج بره الماتش. هي دي بتبقى متعلقه شويه بالنفسيه بتاعت بس يمكن عشان يعني السن الصغير لسه ما فيش الفكر الاحترافي وغيره، لكن لا اكيد لو اتمرنوا اكتر وبقى فيه الفكر المختلف. لا هو الفرق ككوره مهاريا مفيش فرق، لكن طبعا بدنيا الولد بنحتاج ان احنا نعلى بالاحمال معاه شويه او بالجرعه التدريبيه اكتر، لكن مهاريا الاثنين مفيش فرق قوي، لكن نفسيا البنت بتحتاج تعامل خاص شويه، بتحتاج مجهود اكبر بقى في الحاله كبير جدا، خاصه لو هي صغيره وهتبدا تاسس وتكبر، ولو هي كبيره انت محتاج دايما تفكرها ان هي ما ينفعش تتغر وما ينفعش ان هي نفس، يعني في حاجات مشتركه بين البنت والولد في العامل النفسي. في اختلاف في البدني والمهاري والفني طبيعي. بس النفسي يعني البنت بتنجح، يعني بتاخد القدر اكبر من الصعوبه في التعامل، ومحتاجه يعني محتاجه تعامل خاص. ما اعتقدش ان في رجاله كتير هتنجح ان هي تتعامل معاها، وانا ما تخيلتش في يوم ان انا هكون مدربه سيدات، انا كنت متخيله العكس، ان انا استمر في العكس يعني. فمجهود شاق جدا في التعامل مع البنات قوي.